بفضل مثابرة وإصرارها على الوصول إلى مراتب موازية لأخيها الرجل، أصبح للمرأة صوت قيادي في شتى الميادين، مخترقة بذلك كل مجالات التنمية ومبرزة من خلاله مدى قدرتها على العطاء وفاعليتها في المشاركة في بناء الوطن. هارك المشروع اللي عدلت معدلته هون فطار، وكل موسم القاطنة نقبض على العلف اللي يفصص، لا العلف اللي يفصص وهو اللي نعدل به كافة، نقبض منه كمية إلين يعود موسم القاطنة الآخر، يعود اللي بقى عندي من العلف نلقيه عني ونقبض العلف من جديد. وعدلته ولا من إنتاج انخل، أول هو اللي عدلته منه، والوسان نعدله بي اللي الناس الأولى كانت تلاف شي طبيعي وقليج لنا أمراضها وجابر الصحة، الأول وسان نعدله. أول عدلت هذه كافة ضرك راعي، عدلتها من العلف راعيه هي الأولى عدلت، وهذا تمرتي قدرت نعدل منه هو وشعير أدراء ومصفر فيهم الكالسيوم للتركة والأرواق اللي ضعاف، ونعدل منها شرب معاها قرت معلوم واللي في سوق الهضم، وها وركات فيها لخص معلوم في السكر، نخلط معاها الشعير مولي أدراء هذا القلية نخلط معاه، ونعدل شربة من ها وركات إياها تملى أصفر، وهذه وركات إياها تاج تقول الناس الأولى على أنها صابون الجوف، إن حد يعملها ما يعود في سوء الهضم، وها وركات إياها العدس صفر مولي معلوم في نقصان الدم، وهذا وركات إياها عندي مولي كيف شعير أدرار نصفر ونعدل منه نشي مرضضيته. بعد أنا اللي كنت جبرت تسلف والله جبرت تمويل وعدل عود متن من هذا تبارك الله، اللي هو لا شي ينقال المذاق وشي ينقال شي طبيعي وشي مارق من أرضنا الحمد لله. أنا الوساني ضارك نطلب السلف طالبة للدولة بي اللي ما هم ممول كأنموذج لنساء رائدات في مجال التجارة والصناعة والسياحة، نأخذ تجارب سيدات استطعن القيام بأعمال جبارة رغم محدودية الإمكانيات وصعوبة الظروف التي تحققت فيها تلك النجاحات. الاتحاد إن شاء الله قديم وناشط في ياسم تعاونية، ومن 2013 هو إن شاء الله يشتغل وعنده عدة أنشطة منها مجزرة وعنده بوتيك المواد الغذائية ومستفيدات منه جميع إن شاء الله والله يتلقى عنهم جميع قصارى المدينة ياسر منهم من معدينه إن شاء الله من 2006 وشرعناها 2013 وسابق تعد هذه المدينة هاي المقاطعة وشينا له تراب هون في المقاطعة لمجهود التعاون الاتحاد وبنينا له فيها بواتيك وراعي موجود ان شاء الله وقائم ذات وموفر اللحوم والاسماك والخضروات والمواد الغذائيه للمدينه، وحتى مولي الاسر اللي من حاضرات فيه مستفادات منه يشتروا منه دخلهم اليومي من ما عندها الفضه تقبض منه اللي يموت الشهر وتخلى، وما شاء الله استفادوا منه العليات واستفادوا من استفادوا من النشاط التعاوني، وعادوا مولي داخل راسهم انهم يقدوا يعدلوا يدوا ما يستقناوا مجهودهم الخاص عن ياسر من الرجال وعن ياسر من القعاد في الدار وياسر في ما شاء الله وحدات مثقفة واللي يشتغلون وكل موزع على فترات كل فترة عند مجموعة تعود فيها وحدة لباس بيها تعود مثقفة وتعود تابعة لوحدات غرات يشتغلوا معاها فترتها ونص ثلث الربح يضدوها لراس مالهم وثلثين يستفادوا من المجموعة اللي تشتغل إياك يعود فهم تنافس بين المجموعات. التعاونية انفتحت 94 انفتحت أصلا عند الراس على النسيج والخياطة، وكانت أصلا فيها قدر من العليات يقارب عضرك فيها ال 14 مرة تشتغل، يقبضوا العمال من الأوقات والناس تشتغل يقارب بعض هي فيها التعاونية من أرواح أهلها 14 مرة هاك بعض. نعدلوا هذا النسيج اللي شفت هذا التراكب تعلمناه مصر من بداية اللي أقمنا أول نقبضنا إحنا قا حيوان وبر الحيوان كي وبر البل
الحيران وعدنا نعدلوا احنا منه على طاقتنا الساعه ما فتنا راني شي مطور وقبنا رينا تكوينات ورينا قدر من التمويل وعدنا نعدلوا هذا اللي متطور وهذا اللي العصري توعدنا نعدلوا هذا التراك اللي شفت نعدلوا شي كبير ونعدلوا شي صغير ونعدلوا شي وسط ننزوهم كلهم على حسب ذاك اللي توت من الزمن العليات اللي يشتغلوا فيهم هم الخلات ماهم سيان هذه اللي تشتغل على الزربية تشتغل وينعدل هذا اللي عدلته ومنين تنقلع الزربية تنباع ينطرح منها ذاك اللي أصلا راس المال اللي مشري به الآلة كاملة وما بقى ينعطى لها هي منه ثلثين وثلثين طرح على راس مالية التعاونية هذا بالنسبة للعليات يشتغلوا به اللي شغلة متينة لا احنا قدو نحصلوا تقريبا شهري شهرين قدو نحصلوا فيها ثلاثة أربعة خمسة شهرين يعني من عدو دارين لابس قالات نحصلهم بالشهر كل ثنتين كبارات ذوك يرفد هنتين كبارات وذاك اللي ورط في رفد هنتين صغارات وعندنا واحدين هم ذو ذاك ما مسد عليهم واللي كلهم يرفد هنتين هنتين معناها ان احنا من يعودوا متقبلين لان خالق عرض والله خالق شي لان وعدوا نضاعفوا جهودنا ونعودوا اكثر وقتنا من احنا نشتغلوا غير كيف وقت الحكومه نطلعوا طلوع الحكومه ونقضوا مقرر ويجينا من الزمن اللي نعدلوا كاع باسطه ثم يطلعوا وحدات ذاك على حسب تعرف اللي عندهم ظروف اخرين ما هو لا المركز نروح المنزل والتركه والتربيه وذا نعدل احنا نظام به اللي هي اصلا راس مالها ان ما معنا حد اخر تعرف يعود ضاغط عليك نعدل مولي نظامنا ذاك يعني يعود وحدات يطلعوا في البوسطه والاسبوع الاخر يطلعوا الاخر اللي اخر عملنا شيء اما اكثريته الا التسويق احنا التسويق جابرين فيه مشكله معنا الا الولايه هون قذا قذا شي حد مسؤول والله شي يقبض وحده والله ولا هو شي دايم كنا اصلا نجبر عيد المرأة شهر واكشوط ونشتغلوا للسنه على عيد المرأة ونحصلوا ياسر ومشوا له تشري عندنا السفاره والمنظمات والوزاره والعالم ونبيع ذاك فهمتوا ذاك من اللي له عمال ما ترى خالق عندنا نعرض ولا في المدينه والمدينه ما فيها بيع عندنا الصيام من ساعه نخلقوا هذا كانوا مال السواح حوني يجونا من ساعه نعدوا السواح متى يجوا لتير الزمور عاد الصا التسويق طرح لنا مشكله ما نعم اخر عملنا منين الصعاد يخلق كي ضركاتي هذو المدن القديمة عندنا يجبروا فيهم فرصة الوزارة ما هي ياسر فين تعقطنا دائما يقولون هم يعقطوا الماتيس وعلى انهم هم عقطين للولايات الاخرى يعقطوا لانتاج اخر في الولاية ما هو انتاجنا احنا يا غير ذاك ما يردنا عن هدفنا نقبض احنا الوتات نكره ما لحسابنا مهرجان ودان السنة انا دائما نشارك في المهرجانات قلت لك امشي لحساب والله نمشي واحد مهرجان ودان السنة زين يقولون انه زين وبيع وياسر بين اللي يمشي بين ما رجع منه ونظامه زين وحنا ماشيين من هون السنة ما عطانا الوزارة غير ماشيين ماشي بينا منظمين قال أفريكا سوسانديس والحق هذا مر قالنا التمويل احنا قدر من التعاونيات في الولاية لسبيل المثال وقبضت لنا بلد في ودان ومشينا وعرضنا وعاد عرضنا هو ايش به اللي هو دان حكما عنه بيه ما شاء الله نظامه زين عرضنا احنا واهل الطار وخلق البيع بعنا ما علينا في التعاونيات اللي ما هم رافدين النسيج في التعاونيات اللي رافدين الخرز وحدات رافدات اللبن وحدات بعت شفت العرض احنا منين نقيسوه نبيع احنا منين نسيش خاصة بين اللي ذا يجيب وقليل وتقليدي وهذا العالم يبقيه نصارى منين يجيو يشرو جاونا سفارة فرنسا وجاونا سفارة ألمانيا وشراو من عندنا وجاونا السواح الفماتيها وشراو من عندنا وجاونا مسؤولين وشراو من عندنا من الدولة عندنا وحدات كبارات كيف ذيك ضرك هما بلا قاية فيه هما ضرك دائما يشرو لا شيء البيك استطاعت المرأة الموريتانية بصفة عامة ومعيلات الأسر بصفة خاصة لعب دور مهم في تنمية البلد وتوفير ما تحتاجه الساكنة وتتطلع إليه. هذا الاتحاد من 2006 في تعاونيات ذيك الساعة كانت موجودة تمارس أنشطة فيها الزراعة وفيها التجارة وفيها مجازة ومن 2019 عادوا في اتحاد تعاونيات أكثر عاد فيه 21 تعاوني عاد التعاونيات تمارس كلها نشاط مختلف عن الأخرى وعادوا يمارسوا في ذاك اللي في حاجة الدشرة كامل طارحين له البال ويمارسوا هذول العليات كلهم تمارس نشاط من فيهم تعاونيات متخصصة لها في المجازر والمسمكات وفيهم تعاونيات مختصة في الزراعة وزراعة النخيل وزراعة الخضروات وفيهم شيء آخر متخصص في التجارة لا ذاك اللي بحاجة المقاطعة له كامل مفرين ذو العليات
وكان تعاونية كيف قلت لكم تعاونيات، ومول قط 2006 مليون، وذاك المليون ماركته 18 مليون، وعادوا بثق عند اتحاد اتحادي، وعقب ذاك اتحادنا نحن انضمت له قدر ثاني من التعاونيات، بس كنت رئيس تويك الساعة مازال اتحاد واحد، وركاتي عادوا اتحادين كلنا عاد بعض واحد. تو هو من 2019 كثروا التعاونيات، وعاد 21 تعاوني يمارس جميع الأنشطة، ما باقي نشاط الحمد لله ما يمارسوه ذو العيات، بهم اللي لربات الأسر اللي عارفات كامل اللي محتاجة له المقاطعة، لا أي شيء شافوه المقاطعة بحاجته يمارسوه وحدات منهم. وركاتية شافوا عنها خاصتها قاع الحفلات، وخاصتها مولي قاعات الاجتماعات، وشي تيكات نعود ومؤقتات، بيقولي هنا تياها برطموهات اللي 20,000 و25,000 لليلة، عادوا هما تيليها عدروا في تيكات نتمو يكروهم ب2003، بهم اللي دايما نجبروا الخرق هون اللي ود الشي ذاك كيفتو، عادوا ليهم اللي هما تي عدروا وحدات كيفهم، عدروا قاعات وكل شي له يوفروه، وهذا اللي ما يشودهم هما تي خاص، هذو العليات اللي ما يشودهم هما الخاص. ما قطوا مولو عقب ذاك التمويل الأول مازالوا قاع على اتحاد واحد الشق عنه تاع اتحاده، عقب ذاك ما قطوا مول لا تمويلهم هما تي مولوا لا رصوا، برك طالبين الدولة تمولهم هذا لوبرش. في مجال السياحة قطعت المرأة أشواطا لا يستهان بها، وعلى الرغم مما حققته من تقدم ما يزال هنالك طموح كبير وإرادة تذلل كل الصعاب من أجل تحقيق الأهداف المشهودة على أحسن ما يرام. لا نتكلم عن المشروع السياحي اللي هو أول مشروع سياحي أسس في الحضارة الوطنية الحضارقي، وعنده المنظمة اللي قالها تيسير للسياحة وحماية البيئة، وبدأ النشاط 99 وبدأ يشتغلوا فيها العليات. بدأت مع العمل مع العليات اللي معايا في قريتي وكاملين بدوا يشتغلوا معايا، ووتنا فترة الحمد لله نشتغل ونجح المشروع إلين عاد معدرين القريات اللي في القرى اللي في باندرقيه كاملة اللي هما 9 قرى نجحوا فيه كاملين، وعاد السياحة فيه إلى اليوم من 99 الحمد لله. مهم عند المشروع إنه خاض على مراحل الحمد لله، واشتغلت فيه العليات ونجح ومزدهر ولا عنده تبارك الله مشكلة. بدأنا نشاركوا المهرجانات اللي يخلقوا على عموم الوطن، ونستفادوا من المهرجانات لأن الناس تجابر بيناتها وكلها تبادل خبرات مع الأخرى. السياحة اللي في فاندرقين يشتغلوا فيها للعليات بالنسبة للقرى 9، وفم قرى ضعيفة فيهم السياحة لأن ما صلهم مام على الطريق قاع، وفم قرى سياحة ناجحة فيهم. بالنسبة للقرية اللي فيها أنا اللي قال هويك أصلا هي أقرب قرية للجزر، وذيك المناسبة عاد أشبه العمل فهم، ووجو سياح جايين من جميع أنحاء العالم جايين ياك يقصوا ذكر جزر يتنمشوا ذكر الطيور اللي جينا اللي إحنا الطيور اللي عندنا مهاجرة تمشي بين إحنا أوروبا. وعدلت ذلك قالوا جيد أورنيتولوجيك تخصص فيهم هم الطيور، وعدت عندي الحمد لله ياسر من المعلومات عنهم، وفهم جزر يخص كل نوع من الطيور عنده جزيرة خاصة به، كيف اللي قالها فلاماروز خاصة بجزيرة عندنا قالها كياون هي اللي تبيض عليها، السباتين خاص بجزيرة أعرل قريب قاع من القرية، وليميكول خاصة بالجزر بكياون ونير ونيرومي والزيرة السباتين. أنا عنذ الجزر عن مهمات وعن الناس، وفهم جزيرة تيدرة تخص ذا اللي قالوا القزلة. تحدث المرأة بطموحها وعطائها كل المعوقات التي عانت منها ردحا من الزمن لتستحق بذلك إدماجها وتشجيعها من قبل الجهات المعنية.